اهلا سفريت. ايه يعني يا اخويا الموضوع اللي ما قدرتش تقوله لي في التليفون؟ في واحد من بطانتنا اتقلب علينا. ايه؟ سكرتير المحافظ قدم بلاغ لمباحث الاموال العامه عن ارض القاهره الجديده، وضربك فيه انت والمحافظ. معقوله؟ ده تهريج. الحيوان ده يعمل كده؟ ده مش تهريج، ده بجد يا امجد، وخلال ساعات هيطلبوك للتعيين. ما تقلقش، قانونا مش هيعرفوا يمسكوا عليك حاجه. ايوه يا فريد، العيار اللي ما بيصدقش بيدوش. ازاي الحيوان عبد العظيم ده يعمل كده؟ الكلب هي مش صاحب الضمير. عبد العظيم ده انا بشتغل معاه بقالي 10 سنين واكتر. في حد ضاغط عليه. يطلع مين؟ مين دي مش هنقدر نعرفها دلوقتي، لكن في اسم بيدور حوالين الموضوع. فضل الغوري. ايه؟ فضلوري ماله من موضوع زي ده؟ الراجل بتاعنا في مباحث الاموال العامه قال لي ان في لواء سابق موصي على الموضوع ده اسمه شوقي السباعي. هتقول لي مين شوقي السباعي؟ ده كان مأمور السجن اللي هرب منه فضل زمان، وفي الوقت نفسه يبقى خال عصام خطاه، ضابط المباحث اللي سحب ملف قضيه فضل من ارشيف النيابه. هو من امتى لما الدنيا تبقى زي الفل بنطمن لها؟ ده انت اكتر واحد عارف ألعبها وعارف طبعها. الدنيا دايما بتمشي بالعكس، حسبتها الدنيا دايما بتمشي بالعكس. كل ما تقرب من هدفك تلاقي الأسوار بتعلى بتعلى بتعلى، والحفر بتوسع والخطر بيزيد طبعا، وممكن في لحظة تتمنى إنك ترجع وما تكملش. بس أنت أكيد هتكمل. أنا عن نفسي مبسوط، مبسوط إني صلحت الغلطة بحاجة صح.